الهدف لانش بتاع 86 بتاع رافت حماده عبد اللطيف في اهلي والزمالك. وافتكر له الجول ان هو كان ثنائي جميل جدا، كان الكابتن طارق يحيى وكابتن جمال عبد الحميد، كان في هدف من عن خط منطقه الجزاء كان جابه كابتن جمال من اهداف جميله جدا، احلى هدف لجمال. كل اهداف جمال عبد الحميد كويسه، بس انا في هدف في مرمى النادي الاهلي كان من على ال 18 ده معلق طبعا مع الجماهير ومعايا انا شخصيا. هدف 86 في النادي الاهلي في مرمى احمد شوبير، ضربه حره مباشره من على حدود ال 18. كابتن جمال كان نجم كبير في تاريخ نادي الزمالك، ويشرف نادي الزمالك ويشرف تاريخ الكره المصريه. افتكر له التاريخ يعني الجون اللي شفته له على اليوتيوب كان في الاهلي سنه 86 تقريبا، كان من اجمل الاجوان اللي شفتها له. وطبعا ما ننسلوش الجون الجميل اللي جابه على الطاير سنه 86 في اكرامي، كان جون عالمي يعني زي ما بيقولوا. وما ننساش الهدف اللي هو حطه طبعا في نادي الاهلي في سنه 86 تقريبا في اكرامي، اللي هو حطه على الطاير كده، فطبعا كان هدف جميل جدا وده ما يتنسيش يعني.